السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة تكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على أكواد استلاف الرصيد لجميع الشبكات. يعني لو أنت عايز تستلف رصيد من أي شبكة هتكتب الكود اللي احنا هنقول عليه دوت، ومن خلال الكود دوت هتقدر اللي أنت تستلف رصيد من الشبكة اللي أنت مشترك معاها. بس قبل ما نبدأ الشرح، بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا فيها القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم على كل كود تقدر تستلف بيه رصيد من اي شبكة، سواء شبكة فودافون او شبكة اتصالات او شبكة اورانج او شبكة وي. طيب هنبدأ باول كود معانا، ويبقى الكود الخاص بشبكة فودافون. من خلال الكود دوت هتقدر اللي انت تستلف رصيد من شبكة فودافون. طيب الكود هيبقى نجمة 868 نجمة 3 شباك، وده الكود اللي انت هتقدر تستلف بيه رصيد من شبكة فودافون. تمام، طيب هنمسح الكود دوت عشان نكتب الكود اللي بعده، ويبقى لشبكة اتصالات. والكود اللي انت هتقدر تستلف بيه رصيد من شبكة اتصالات هيبقى نجمة 911 شباك. يعني من خلال الكود اللي هو نجمة 911 شباك هتقدر تستلف رصيد من شبكة اتصالات. تمام، طيب هنمسح الكود دوت عشان نقول الكود اللي بعده. والكود اللي بعده هيبقى لشبكة اورانج، والكود هيبقى شباك 100 شباك 2 شباك. ومن خلال الكود دوت هتقدر اللي انت تستلف رصيد من شبكة اورانج او موبينيل سابقا. طيب هنمسح الكود دوت عشان نقول الكود اللي بعده، وهيبقى خاص بشبكة وي. والكود اللي انت هتقدر تستلف بيه رصيد من شبكة وي هيبقى نجمة 504 شباك. يعني الكود اللي انت هتقدر تستلف بيه رصيد من شبكة وي او من شبكة المصرية للاتصالات هيبقى نجمة 504 شباك. وبعد كده بتضغط اتصال، وبعد ما بتضغط اتصال بتجيلك رسالة بان انت استلفت الرصيد. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.